السلام عليكم. بهذا الفيديو راح أوضح حلول الهوم وورك بالنسبة للسؤال الثالث والرابع. أول شيء قبل لا أبلش بالحل، خليني أعطيكم ملاحظات عامة. طريقة الهوفمان أو الشانون أثناء التقسيم أو أثناء عطاء الرموز، إذا بالسؤال نذكر عندنا احتمالية أو نذكر عندنا تكرارات تقدر تعتمد على الموجود، يعني أنا أثناء التقسيم إذا كان عندي احتمالية أقدر أقسم على بالاعتماد على الاحتمالية، وإذا كان عندي تكرار أقدر أقسم بالاعتماد على التكرار. هاي بس أثناء الرموز الترميز أو إعطاء الرموز أو إعطاء الكود يعني. لكن لما أجي أريد أحسب القوانين، أحسب إنتروبي أفرج لينث والإفشنسي، لازم أطلع الاحتمالية. أكو احتمالية أعتمد عليها، ماكو احتمالية أكو تكرار، لازم أطلع الاحتمالية. بالنسبة للسؤال الثالث، منطيكم هذا الجدول ونريد تحلوه باستخدام الهوفمان. هنا أنا بالسؤال إحنا ما منطين احتمالية، منطين تكرارات الـ A متكرر كم مرة، الـ B والـ C إلى حد الـ E. أول شيء إحنا قلنا لازم هاي الاحتمالية أو هاي التكرار أو الاحتمالية يرتب تنازليا من الكبير أو من الأكثر احتمالية إلى الأقل احتمالية، من الأكثر تكرار إلى الأقل تكرار. فجيت أنا هنا أول شيء خليت هاي الرموز حتى بلش الترتيب، هي أصلا بالسؤال مرتبة، ما حاجة إنه أنا أغير ترتيب هاي الأحرف. فجيت خليتها من الأعلى تكرار إلى الأقل تكرار. أثناء الترميز قلنا إذا اعتمدت على التكرار أو اعتمدت على الاحتمالية ما راح يأثر علي بالكود. إذا راح أقسم راح أنطي يعني سوية، راح أشتغل تكرار واحتمالية. شلون أحسب الاحتمالية؟ أخذ تكرار الحرف تقسيم المجموع الكلي للأحرف. إحنا تكرار الحرف عندنا 19 تقسيم 50، هاي 50 من جتي من حاصل جمع كل التكرارات كل الأحرف، فهي تكرار الحرف تقسيم مجموع كل الأحرف، مجموع الأحرف الكلي 50، فأخذ 19 تقسيم 50، 10 تقسيم 50، حتى أطلع احتمالية كل حرف. بما أنه هو أكثر تكرار يعني هو أكثر احتمالية، ولما قسمنا طلعت القيمة 0.38. لما أكمل وأوجد كل احتماليات باقي الأحرف راح ألقي الترتيب بقى نفسه، أكثر تكرار هو أكثر احتمالية، فأثناء الترميز ما راح يأثر علي، أثناء إعطاء الكود ما راح يأثر علي، اعتمدت على التكرار أو اعتمدت على احتمالية بس من أنطي الرموز. فلجينا اشتغلنا على طريقة الهوفمان، قلنا أول خطوة إنه أني أقسم أو أرتب الحروف من الأكثر تكرار إلى الأقل ترتيب تنازلي. هنا أول خطوة كملناها رتبنا. ثاني خطوة بالهوفمان إنه أجي على أقل احتمالية أو أقل تكرار أجمعهن سوا. إحنا أقل احتمالية وأقل تكرار هي هاي الاثنين، فأجي راح أجمعهم سوا، أخذ ذني الاثنين أجمعهن، ناتج عملية الجمع حيكون 0.16 زائد 0.10 راح يطلع 0.26. 16 و10 الأكثر احتمالية ياخذ 0 اللي هو إجا أصلا أسبقية، والأقل احتمالية ياخذ 1 اللي هو إجا بالأخير. زين هنا 0.26 أخذ 0 و1. ورا كل خطوة من خطوات الهوفمان لازم أرجع أسوي إعادة ترتيب. يعني هنا 26 صارت يعني مع العلم هي أكبر احتمالية لكن إجتي قبلها 16، فكأنما هاي 26 كأنما يعني مو كل شوية نرجع نرتب، كأنما صارت هنا بهذا المكان 26 كأنما صارت هنا، فصار عندي 38 بعدين 26 بعدين 20 بعدين 16. ثاني خطوة راح أرجع أخذ أقل احتمالية وأجمعهن سوا، أقل احتماليتين أو أقل تكرارين وأجمعهن سوا. عندنا أقل تكرارات اللي هي 20 و16 وأجمعهن سوا حيطلع 0.36. 0.36 20 أكبر فأنطيها 0 وهذه أنطيها 1. زين هسه 36 صارت يعني هي مرتبة، صارت 38 36 بعدين 26 صارت مرتبة هي تنازلي، هاي الخطوة الثالثة. فأجي أخذ أقل تكرارين أو أقل احتماليتين وأجمعهن سوا، أقل احتماليتين اللي هي هاي 36 زائد 0.26 راح يكون الناتج 0.62، فأكتب هنا 0.62. 36 أكبر فهي تأخذ الصفر، والستة وعشرين أقل فهي تأخذ الواحد. هسه صارت عندي 38 و62، هنا ما بقى عندي بس ذني الاحتمالات الاثنين، فراح اجمعهن سوا،
بس هنا احنا بنقول كل خطوة بها عدد ترتيب، فكأنما هاي 62 راح تجي تصير هي بالبداية. فمن أجمع 38 ويا 62 راح يطلع عندي واحد. احنا لازم بما انه حولنا احتمالية فلازم مجموع الاحتماليات كلها يطلع واحد. 38 و62، 62 هي الأكبر، واحنا كأنه بالتقسيم صارت هي قبل 38، فهي راح تاخذ الصفر، وال38 هي راح تاخذ الواحد. لهنا خلصنا عملية التقسيم أو عملية إعطاء الكود. شلون نقرأ الكود؟ راح نيجي على حرف الأي. حرف الأي حتى أوصل للي صاحب 38 أبدي إحنا دائما من الروت من الواحد، فحتى أوصل للأي راح أمر بس بهذا الاتجاه، فالكود مالته هو واحد. أجي على البي، حتى أوصل للبي راح أجي من الطرف اللي هو الصفر، أروح على الصفر بعدين أروح على هذا الصفر، فصار عندي صفر صفر صفر. أجي على السي، حتى أوصل للسي أمر بالصفر صفر بعدين واحد، فصير صفر صفر واحد. الدي، حتى أوصل للدي فيروح صفر واحد صفر، فهنا راح يصير صفر واحد صفر. الإي هي حصير صفر واحد واحد، صفر واحد واحد. يعني احتمالية وتكرار ما تأثر عليها بالتقسيم. عندكم بس مشكلة صارت بعملية الترتيب هنا بعملية الجمع، دائما احنا ناخذ اقل احتماليتين ونجمعهم. يعني حتى انا من حلت لكم اياه بال هنا حسب التكرارات، اقل تكرارين اللي 8 والخمسة طلع الناتج 13، نعطينا صفر ونعطينا واحد صارت 19. يعني الخطوة الثانية الاحتماليات أو التكرارات هي 19 10 8 ب13، ناخذ أقل اثنين اللي هي 8 والعشرة، 10 و8 فصارت 18، أنطي صفر بواحد. الخطوة الثالثة نجي نقرأ لها ونرتبهن بدماغنا كأنما 19 18 13، أقل اثنين ل 18 ولا 13 طلع الناتج 31، أنطي صفر أنطي واحد. بقت عندنا 19 و31، هي أقل اثنين أو هي بس هاي الاثنين البقت أجمعهم سوا طلع الناتج 50. الأكبر هو يأخذ الصفر اللي هي 31، أنطيها هي الصفر والأي أنطيها واحد. وهنا طلعنا هذا الكود. هنا اللينث مات الكود يعني من كم بت متكون. هنا بالحسب الانتروبي اكو الهومورك اللي وصلني لبعض الطلاب، بدل ما يطلع احتمالية قال 19 لوغاريتم 2 لل 19، 10 لوغاريتم 2 لل 10، ماكو هيج. الانتروبي لازم اكو احتمالية، يعني لازم احسب الاحتمالية، فاخذ ال 10 او ال 19 تقسيم 50 تطلع 0.38، اجمعهم كلهم وانا فصلت لكم هاي الرياضيات تفصيل كامل. يعني طلعت الانتروبي، احسب الافرج لينث كل احتمالية اضربها في طول الكود، فطلعت عندي الافرج لينث، اقسم الانتروبي على الافرج لينث حتى احسب الافيشنسي. بالنسبة للسؤال الرابع، منطين أحرف من الـ A إلى الـ G ومنطين احتماليات. هنا ما منطين تكرارات، منطين احتماليات. فأول شيء جينا خلينا هذه السامبل بالجدول من الـ A إلى الـ G، وخلينا كل واحدة مقابل الاحتمالية مالتها حسب التسلسل الموجود بالسؤال. من جينا نقرأ الاحتماليات لقينا هي أصلا مرتبة ترتيب تنازلي من الحرف الأكثر احتمالية إلى الحرف الأقل احتمالية، فما حاجة نسوي إعادة ترتيب. ثاني خطوة بالهوفمان إنه أني أجمع أقل احتماليات، أقل احتماليتين، أقل احتماليتين اللي هي 10 وهي 15، فأجي أجمع هاي الاحتماليات، أجمع هاي الاحتماليات اثنينهم سوا. لما أجمع هاي الاحتماليات اثنينهم سوا طلع الناتج 0.15، وأنطي للاحتمالية الأكثر 0 والاحتمالية الأقل 1. لما نجي نسوي الخطوة الثانية إعادة ترتيب الاحتماليات، فتجي 15 20 15 15 10 و15، هذه صارت أكبر من أقل احتمالية، فأجي أسوي كأنما إعادة ترتيب، فتجي هاي الـ 15 كأنما تصير هنا قبل العشرة، وأجي أجمع أقل احتماليتين. فلما أجمع أقل احتماليتين راح تنجمع هاي العشرة ويا الـ 15، راح نجمع هاي العشرة ويا هاي الـ 15، فراح يصير الناتج 0.25، وأنطي للأكثر احتمالية صفر اللي هي 15، وأنطي للعشرة اللي هي الأقل احتمالية أنطيها واحد. راح نجي على الخطوة الثالثة، راح نأخذ نسوي إعادة ترتيب،
ف25 بعدين هاي ال25 20 ب15 ب15، فكأنما هاي ال25 راح يصير مكانها هنا بين الاي وبين البي، ف25 25 20 15 15 نجمع اقل احتماليتين اللي هي ال15 وهي ال15، فاجي اخذ هاي الاحتماليات الاثنين اجمعهم سوا الناتج يطلع 0.30 مساويات، فانطي الاسبقيه واللي جايه بالبدايه 0 وانطي الثانيه اللي هي 1. نرجع النوب نسوي اعاده ترتيب، راح تصير 30، فكانما هاي ال30 راح يصير مكانها بالبدايه، فيصير 30 25 25 ب20، 30 25 يعني هاي الاسبقية هاي ال 25 مالت الاي، ف 30 25 25 ب20 راح ناخذ اقل احتماليتين، اقل احتماليتين اللي هي هاي ال 20 ويا ال 25، لما نجمعهم راح يصير الناتج 0.45 45، وانطي الاكثر احتمالية 0 وانطي الاقل احتمالية اللي هي 1. فشون صار الترتيب هسه؟ صار عندي اعلى احتمالية 25 بعدين 30 بعدين هاي ال 25، بس عندي 25 45 30 25 اخذ اقل احتماليتين اللي هي هاي ال 25 ويا ال 30، هاي ال 25 ويا ال 30 اجمعهم سوا الناتج راح يكون 0.55، وانطي للاكثر احتماليه 0 والاقل احتماليه 1. بقت عندي احتماليات 2 اللي هي ال 55 وال 45، اجمع هذين الاثنين سوا، من اجمع حيصير الناتج 0. راح يطلع 1، احنا مجموع احتماليات 1 وانطي الاكثر احتماليه 0 والاقل احتماليه 1. حتى انطي رموز للاحرف احنا قلنا دائما نبلش من الروت، وهذه عندي الواحد وبلش اقرا بالعكس من الروت الى حد السامبلز او حد الاوراق يسموها، فراح نبلش ناخذ كود الاي، فحتى اوصل للاي راح امر من الروت امر بالصفر صفر صفر واحد، فيصير ترميز الاي 0 1. البي حتى اوصل للبي احتاج امر بالواحد واحد واحد، فيصير ترميز الاي 1 1. حتى اوصل للسي راح اجي من الصفر صفر صفر، فيصير 3 أصفار 3 أصفار. الدي حتى اوصل للدي راح امرها من الصفر صفر واحد، فيصير 0 0 1. ترميز الاي او رمز الاي، الاي حتى اوصل لها راح امر من الواحد صفر واحد، فيصير 1 0 1. الاف راح يكون 1 0 0 0، فيصير 1 3 أصفار 1 و3 أصفار. الجي راح يصير 1 0 0 1، بس 1 0 1.